خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرا نتيجة موجة الطقس السيء. وخلال التفقد زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان، ذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قامت المؤسسة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، ذلك بالتعاون أيضا مع الجهات المعنية والتجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررة إليها. كما التقى الرئيس السيسي بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضا القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة. وفي نهاية جولته بالقرية، وجه الرئيس السيسي بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها. ثم استكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته بزيارة لقرية الشهامة بوادي الصعيدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. وخلال التفقد زار الرئيس السيسي وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية، والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثرا ملموسا في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد للطرق وبناء مساكن، ذلك ضمن محور سكن كريم، كذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية، وإنشاء مكتب للبريد، كما يجرى الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء وحدة إسعاف وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب. احنا بفضلك الحمد لله، بفضلك وفضل الله فرحت انوار البهجه والسرور في منزلنا المتواضع في قريتنا المتواضعه. اهلا بيك. وجبتنا راجل والله وش خير عليه الكل، لان احبهم حاضر والله من اول يوم. انتوا ايه ناقصكم ايه؟ انا جاي عشان كده. احنا البيت احنا ما ناقصناش حاجه غير قدومك انت. البيت كله واجع مننا تحت، واحنا جايين عشان نعمل كل حاجه. الله يخليك. صحيح انت وشك خير علينا والله. إيه؟ والله يوم المطر قلنا في خير جاي. في خير، انا الخير وصل النهارده. الخير جاء بقدوم سياده الرئيس. ربنا يطول في عمرك. بيهمنا ان انتوا تبقوا مطمنين. الله يخليك، مش هنسيبكم. الله حتى احنا مطمنين، طول ما احنا مطمنين هنا. ايوه حاضر، كلنا احنا عايزين ان شاء الله هنا، لان قريه غرب اسوان. لكن بقول لكم تاني، في 500 شقه جاهزين بايه؟ بما جمع كل حاجة. كل حاجة يعني تخش تجيبي شنطة الهدوم بس. أيه. وممكن نجيب الهدوم كمان، ما يجراش حاجة. تخش بعض متوقعين منك. لا ده خير مصر، ده كرم منك. ما حدش بيعمل حاجة من عنده، ده من خير ايه بلد. خير. ما حدش بيعمل حاجة من عنده. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ناخد صورة ذكر، وتحيا جمهورية مصر العربية. ناخد صورة ذكر بس. اه طبعا طبعا. الازمه اللي احنا في السيول هنا تبعت حضرتك كان اختبار لينا حقيقي، ان احنا ازاي هندير ازمه زي دي، لان القريه هنا قريه غرب اسوان مش من قرى حياه كريمه. لازم نحصر الاحتياجات الفعليه للناس ما بين اضرار في البيوت بتاعتهم، ما بين اضرار في الاجهزه. قدرنا نشوف بعض الاهالي، نوفر لهم حوالي تجهيزات ل 150 شقه فندم، وبدانا نشتغل في بعض البيوت اللي كانت متهدمه زي البيت ده يا فندم، بيت الحاج منسي.
سعادة رئيس الجمهورية في منزلنا المتواضع، منزل المرحوم ملس عبد المجيد صالح. احنا جاي عشان كده، احنا احنا ما لبسناش حاجه غير خطوبك انت. البيت كله وجع تحت، واحنا جايين عشان نحضر. الله يخليك، انت وشك خير علينا والله. والله يوم المطر قلنا في خير جاي. في خير، انا خير وصل النهارده. انا متابع الموضوع كله من اول ما حصل كده، وطبعا عارف حجم المشكله. يعني الحمد لله، يعني البيوت اللي كانت بظروفها مع السيل هي اللي اتضررت جامد، وطبعا البيوت اللي برضه مبنيه كده اتضررت من المطر. البيوت مبنيه من 100 سنه دي، من 100 سنه اجدادنا هم اللي بنوها. والله البيوت دي مبنيه من 100 سنه. ربنا يجعلها عمرانه. والله ده عمرانه بفضل خدومك لينا يا سياده الريس. ربنا يخليك يديك عمر ان شاء الله. مش عايزين حاجه، احنا كنا بنشوف يا سياده الريس انجازاتك في التلفزيون، الانجازات اللي انت بتعمله، العاصمة الجديدة اللي انت بهرتنا بيه في التلفزيون، ولا حياة كريمة اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. كنت بقول يا رب ديت ده فين، ده ده فين، ده لما شفناه على الواقع احنا سعادتنا مش منطق، يعني مش قادرين، اللسان عاجز 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 للتعبير. طب مش هقول لي انتوا عايزين حاجة، طب الناس اللي هنا مفصلين. انا جاي عشان كده. والله والله كله متضرر من السيول ديت. نعم كله متضرر، يعني انتوا اي ضرر هنشيل. السلام عليكم. السلام، نورتنا وشرفتنا يا سياده الرئيس. الله يخليك ونورت اسوان كلها. منور بيك. بلدكم بس شنى عمرها ما هتتخلى ابدا عن اهلها، ولا هتسيب ضرر الا لما ترفعه، ولا مشكله لما تحلها. وده دورنا، ده موضوع ما بنعملوش لحقكم. ان احنا نيجي هنا نحن نطمن عليكم لحقكم. كل قرى مصر، مش بس غرب أسوان وسهيلة، كل قرى مصر، كل قرى مصر احنا حاطين لنفسنا خطة ان احنا نخلصها في 3 سنين. نخلص ايه؟ نكرر. هنخلص ايه؟ هنخلص الصرف الصحي، هنطمن على مية الشرب، هنطمن على الكهرباء. يا ريت احنا السنة الأولى بقى من الـ3 سنين. هو عشان خاطر إن شاء الله. حاضر. ده إن شاء الله. حاضر. هنقول ده مش بدل حد، لكن إيه نزود ده دكتور مصطفى على ال بعد إذنك. إحنا أسوان 5 مراكز. كنا بدأنا السنة دي حضرتك في مركز كومومبو وإدفو ونصر النوبة. فاضل لنا كم مركزين السنة الجاية، اللي هو مركز أسوان اللي فيه القرية هنا، قرية غرب أسوان، ومركز ضراو. دول اللي كنا هنبدأهم السنة الجاية. فالحركة لو أمرت يعني هنبدأ هنا على طول، هنبدأ على طول هنا. السعاده النهارده، ويا ريت يا ريت حياه كريمه تستمر معانا ويشوفوا مطالبنا. احنا في حاجات كتيره في البلد كنا نتمنى انها تتحقق، ودلوقتي متاملين في خلال الاسبوع اللي شفناه من حياه كريمه انها هتكون احسن من اللي كنا بنتوقعه. لما حصل السيل عجلنا بالخطه يعني، وقلنا نخش هنا عشان نخفف الضرر ونشيله يعني، لكن احنا كده كده كنا جايين. ولو حد منكم بيزور القرى اللي احنا شغالين فيها، ولادنا وبناتنا ولاد مصر شغالين فيها، هتجدوا ان احنا اللي انا بقول عليه ده بيتعمل مش في قريه واحده، في الاف القرى. انا نسيت كل حاجه، نسيت كل حاجه بالفرحه. الله يخليك علينا كل سنه يا فندم. فرح يا رب. 25 حضاره عيد قومي. فرحين زياره كريمه ان شاء الله في شهر 2. هي بيت انهدت على الحال، الضرر وقع على حاجة العروسة. ان شاء الله باذن الله. اي نعم احنا اضطرينا وزعلنا وخالص، بس فرحتنا والخير اللي احنا شفناه
واكبرها طبعا ناشف لحضرتك يا حضره الرئيس. ربنا يعينك على حكم مصر، ربنا يخليك لمصر، يكفيك انك انت كنت جندي في ديش مصر والان حاكمها. ربنا يا رب يبعد عنك ما يسمون باعداء النجاح.